مرحبا بحضراتكم مرة ومره أخرى. النهاردة يعني ربما عايزين نجاوب على سؤال مهم جدا بيخص أولادنا. إزاي نربي أولادنا على التخطيط لمستقبلهم بشكل جيد؟ إزاي ننمي مواهبهم؟ إزاي نحفزهم علشان يطوروا من مهاراتهم؟ اسئله كثيره ربما هنجاوب عليها النهارده من خلال ضيفتنا في استوديو الدكتوره رنا هاني اخصائي علم النفس والتربيه الايجابيه اللي منورانا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا فندم. صباح الفل اهلا وسهلا. يعني ربما السؤال الابرز والاهم ازاي نربي اولادنا على التخطيط لمستقبلهم بشكل جيد؟ ازاي نفهم هم عايزين ايه ونطوره؟ اول حاجه من صغرهم ان انا اديهم المساحه. اديهم سبيس كده اثق فيهم نثق في ولادنا ان هو يبدا يخطط للحاجات الصغيره في يومه ابدا كده معاه اشوفه هو دماغه فيها ايه احنا دايما عندنا احساس بان احنا انا اللي عارف الصح وانا اللي هخطط لك وانا اللي عارف ايه احسن حاجه ممكن تعملها وانا عندي تجربه فاشله في حاجه معينه فانا مش عايزاك تخوض التجربه دي فمهم ان انا اول نقطه ان انا ابقى باصص لولادي هم مش مشروعي او مش جاي يعوض فيهم اللي فاتني هم تجربه جديده بنبدا هما مع بعض. تجربه حياتيه منفرده ويونيك بذات نفسها فان انا ابقى مدياله المساحه انه يعبر عن نفسه انه يختار الاختيارات الصغيره اللي من اول الرياضه اللي هو عايز يلعبها اللبس اللي هو عايز يلبسه الأماكن اللي عايز يروحها الحاجات الصغيره دي اساعده ان هو يفكر وانا معاك وفي ظهرك وافتح له بقى المجال قدامه عايز ده ولا ده عايز تلعب سباحة ولا عايز تلعب رياضة تانية عايز تروح درس تلوين ولا درس موسيقى أخليه الاختيارات قدامه كتير وهو اللي يختار ولما يختار بقى ما استعجلش بقى النتيجة ولا هو إيه ده أنت مش أنت اللي اخترت بنفسك فين الكلام فين مش ستار ليه مش أشطر اللي حواليك دول احسن منك في ايه هي دي ابشع كلمه في الدنيا الضغط العصبي ده بيخلي حتى لو الطفل حابب اللي هو بيعمله ومختاره هيندم اشد الندم والله ما انا مختار حاجه ومش قايل لك حاجه ثاني اختاريني ايوه جلد الذات ده صعب جدا بالزبط. دايما ان ابن خالتك احسن منك في ايه ليه اشطر من اللي جايب درجه ده جايب احسن منك في ايه انت ناقص عنه إيه؟ صعبه جدا اه اه أو انت انت اقل منه في ايه عشان ما ت... هو مش قل من حد في حاجه ولا احسن ومش مطلوب مننا ان احنا نبقى مخلين العيال في سباق طول الوقت هو مش في سباق هو يعني في المثاليه سباق دي تضره تضره طبعا جدا وتخليه مضغوط طول الوقت وحاسس انه مش كفايه مم. انا دايما في حاجه ناقصاني انا لازم اوصل لحاجه معينه عشان بابا وماما يفرحوا بيا ويحبوني ويقولوا لي اني شاطر دكتور بقى دي نقطه مهمه جدا هتاخدنا المصطلح كده دايما بنسمعه اللي هو الباد لوزرز في اطفال ما عندهمش حلو ان هو يكون كومبتيتيف حلو ان هو يكون دايما عنده روح الحماسه وعايز يكون احسن حاجه حلو جدا مفيش مشكله بس في منهم ما بيبقاش عارف ازاي يخسر او لو لما يخسر او لما حاجه ما يبقاش احسن حد فيها ستار زي ما حضرتك قلتي ما يبقاش عارف يتعامل ازاي نربي اصلا في ولادنا الروح دي ان هو يخسر عايزي. مش ان هو يخسر طبعا مش عايزين حد يخسر بس انه يعرف يتعامل هو اصلا سونر اوليتر هو هيخسر ده واقع ولازم نتعامل معاه ونبقى عارفينه ومعرفين انه هيخسر وقابل ده ابتدي انا في البيت لو انا حسيت ان ولادي ما عندهمش روح المنافسه المسالمه دي ان انا تمام لو خسرت هفكر في نفسي اعمل ايه بدل ما افضل اهري وانكد في نفسي ابتدي في البيت معاهم العب معاهم لعب فيها سباق العب معاهم لعب فيها حد خسران وكسبان واوري له اماضي انا لما اخسر ايه اللي بيحصل اه انا زعلانه شعور الزعل ده فاليد وطبيعي مشاعر المشاعر دايما مفسح وغلط واحنا بنتعامل مع الولاد اي مشاعر مفسح وغلط فآه انا زعلانه ان انا خسرانه طب انا هعمل ايه دلوقتي انا هتمرن في اللعبه دي هلعب اكتر لحد المره الجايه الراوند الجاي لما نيجي نلعب علشان أشوف ممكن أكسب إزاي؟ أطور من نفسي إزاي؟ فماديل أنا المرة اللي بعدها أخسره، في حاجة إحنا دايماً بنعملها غلط، إحنا لما نيجي نلعب مع أولادنا علشان نفرحهم دايماً هما كسبانين، مهما حصل هما كسبانين، فييجوا حبايبي بره في أرض الواقع يتصدموا، أنا آه ما بكسبش ليه؟ أو أنا دايماً خسران ليه؟ فمهم إن أنا بعد ما وريته إحنا بنخسر إزاي، أخليه هو يخسر وهو لسه في حضني، وفاليديت وأعمل إقرار لمشاعر الحزن، وفي نفس الوقت اركز معاه على شعور اللي هو انت زعلان؟ انت غيران؟ اهايلايت المشاعر دي واسميها، هو ممكن يكون غيران من صاحبه وده برضو من المشاعر الفالد هو شعور الغيره ده ممكن يكون مفيد طول ما انا عارفه اهذبه ما بيتحولش لحقد وحسد شكرا. والحسد والحقد ده اول واحد بيؤذي إيه ص... ابني لو هو ابني مشاعره اتحولت لكده هو اول واحد هيتاذي مش غيره. صحيح. فانا اقول له اه انت غيران ده اسمه غيره. يبقى احنا نعمل ايه لما نحس بشعور الغيره ده عشان ما ياذيناش او ياذي غيرنا؟ ان احنا اول حاجه نتمنى الخير للشخص اللي احنا غيرانين منه، نروح نبارك له، نتبسط له وندرب نفسنا ازاي نتبسط له، ثاني حاجه نشوف هو ممكن يكون بيعمل ايه؟ ممكن انا اعمل ايه زياده عشان اكسب انا كمان او اوصل للوضع الشخص ده فيه، فبالتالي اعوده ان هو من وهو صغير قد كده لحد ما يكبر ويبقى في الشغل وحواليه منافسين كثير اه انا طبيعي ان انا ابقى شايف اللي حواليا عاملين ازاي وابقى نفسي ابقى زيهم انا مش هانب نفسي عارفه في ناس ساعات ايه هو انا غيران ليه دي مصيبه دي كارثه انا شخص وحش لا انت مش شخص وحش مشاعرك من حقك بس انت ازاي هتتعامل مع المشاعر دي بحيث ما في فرق بين ان انا غيران ان انا عايز انا كمان فرصه مثلا او عايز اوصل لمكان معين لكن اتمنى الخير للي قدامي بالزبط. في فرق بين الحقد او ان انا اتمنى منه اتمنى, أتمنى له زوال النعمه في فرق بالزبط. كبير الاثنين. بالظبط وده, وده, وده اللي احنا بنعلمهم وهم صغيرين وده اللي بيثقل شخصيتهم وبيخليه شخص راسي مش طول الوقت باصص هنا وباصص هنا وباصص هنا, هنا ومش عارف هو عايز ايه لان هو دايما حاسس أنه هو مطلوب منه حاجه مم. فهو مش كامل فانا مم. هشوف هنا وهنا وحاول اقلد طب ازاي انا يعني اعرف المنطقه اللي بيتميز فيها ابني او بنتي ازاي ارمي يعني دايره الضوء على المنطقه اللي انا شايف ان هي الافضل اللي انا ممكن استثمر فيها بقى بجد واكبره فيها و... أول حاجة أشركه معايا في الاختيار، أراقب اهتماماتهم، في السن الصغير بنبدأ نخليهم يجربوا كذا حاجة، وبالهداوة، المشكلة هنا إيه؟ إحنا دايماً نقول إيه؟ الولاد لازم تجرب مجالات مختلفة وتشوف هي مهتمة بإيه، بس إحنا دايماً مستعجلين النتيجة، أول ما يجرب حاجة أنا مستعجلة نجاح، ما حصلش نجاح أو ما حصلش لينك ابني ما بقاش حابب الموضوع أو كده انقل على اللي فبيبقى في ايه تخمه من الافكار والاكتيفيتيز والحاجات اللي الطفل بيجربها فبالتالي لا انا ولا هو بنبقى عارفين هو حابب ايه فانا هفتح المجال قدامه هخليه يجرب كتير بس ايه واحده واحده لما بيكبروا شويه في السن عن 7 8 سنين كده بنخليهم هم اللي يختاروا اللي هم عايزينه بس في نفس الوقت ايه بنحط قواعد يعني انت هتختار اللعبه دي احنا هنقعد عدد شهور معين نجرب في اللعبه دي مش هيبقى كل شهر لعبة مثلا محتاج الأكتيفيتي دي طب هنوصل لحاجة معينة فيها وبعدين نغيرها فكده بديله فرصة ان هو يجرب نفسه يشوف هو مهتم بإيه وفي نفس الوقت يوصل لنتائج مرضية بالنسبة له هل هو قادر يكمل ولا لا يعني لازم ان احنا نخلي فيه فليكسبيليتي كده يعني الطفل مرونه اه لازم يبقى فيه مرونه ما بيني وما بين ولادي مش الهدف اللي انا حطاه في دماغي ساعات احنا بنبقى شايفين ولادنا مميزين في حاجه معينه بس هم مش حابين ده في فرق ما بين هو حابب ده وعايز يستثمر وقته فيه ولعبه اراقب اللعب هو بيلعب كتير بايده بيلعب بيتحرك كتير لا هو عنده قدرات التفكير والتحليل اكتر شويه وده طبعا طبعا بعيدا عن السكرين يعني لازم اقلل وقت الشاشات عشان اقدر ادي للطفل فرصه ان هو يكتشف نفسه في حاجه تانيه حتى لو في البيت وفي حاجه لذيذه قوي احنا دايما في الزمن بتاعنا ده ولادنا دايما زهقانين واحنا قلقانين احنا حاسين ان احنا وظيفتنا ان احنا نسلي الولاد ما ينفعش يزهق لا لازم نسيبهم يزهقوا لازم يقعد كده وقت فاضي انا مش فاضي انا ده وقت المي تايم بتاعي او انا بشتغل او كذا ده وقت فاضي مفيش تلفزيون اعمل اللي انت عايزه الوقت الفاضي ده وقت الزهق بمعنى اصح من اكتر الاوقات اللي بتطلع من الولاد المواهب المدفونه بيضطر بقى تلاقيه طلع ورقه وقلم وبدا يقص، بدا يركب، اخترع لعبه جديده، بدا مخه يشتغل، فمن هنا اشوف الله انت بتعرف ايه رايك نتعلم كذا، ايه رايك نروح كورس كذا، الولاد اللي بيقعدوا على الشاشات كتير ما نوديهم كودنج، نوديهم حاجه ليها علاقه بالشاشات، افضل كده ايه اجرب بالهداوه واشوف رد فعل ابني ايه من غير ما ابقى متوقع نتائج وقتيه اشجعه يخسر اشجعه ان هو ما ينجحش من الاول يقع ويقوم لازم الطفل يبقى حاسس ان هو اتسكي ان انا اعمل حاجه غلط اتسكي ان انا اجرب وما تظبطش ان انا ما احسن واحد كل الحاجات دي بتخلي الاطفال عندهم زي مرونه نفسيه المرونه النفسيه دي بتخلي البني ادم عامه واحنا كلنا منتجين اكتر انا لما بقع وبقوم ببقى متقبله الفشل ببقى متقبله ان انا مش دايما شاطره فده بيخلي ده يا موضوع اللي لازم كده كده هيقابلوها بالظبط بالظبط <applause> ومش دايما حاسس ان انا في سباق ولازم ابقى احسن حاجه علشان انا موهوب في الحته دي الطفل بيكره الموهبه بسبب ضغطنا احنا وتوقعاتنا العاليه نقلل شويه التوقعات طيب دكتور وانت بتتكلمي أه... كلمتي انه في مهارات الطفل بيكون ربنا رزقه بيها وبيكون مولود بيها او في مهارات ممكن تكون اكوايرد مهارات مكتسبه yes. ايه المهارات اللي ممكن تنمى وايه المهارات اللي بتكون مكتسبه امثله زي ايه وعايز اسال حضرتك كمان سؤال تاني هل في اختبارات مثلا من قبل متخصصين بتخلي الاهالي يعرفوا اكتر مثلا اطفالهم موهوبين في ايه ميالين لايه نوع الشخصيه ايه في دلوقتي اختبارات كتير وفي كورسات كتير بتخلي الطفل اصلا يستكشف نفسه وفي كمان انواع ذكاءات متعدده في ذكاء كل ذكاء ممكن يتوظف في حاجه معينه زي ما قلت لكم انواع انواع الاطفال الطفل الحركي والطفل الحسي والطفل كل طفل بيبقى ليه احنا في البيت بنبقى شايفين ولادنا احسن حاجه لكن بره البيت انا ممكن اولا استغل المدرسه اعرف من المدرسين كل المدرسين بيبقى ليهم نظره في كل طفل نظره حياديه مش زي ما انا شايفه ابني احسن واحد في الدنيا والصو ده ده بيتشقلب بيبقى ينفع يدخل يبقى بطل جمباز مثلا ف <applause> في المدرسه بيبقوا عارفين لا انت طفلك سريع البديهه الطفل ده بيعرف يحفظ كويس لا انت طفلك لازم يحلل وبيقعد يسالني كتير علشان يعرف الموضوع ده ويتكلم هو فيه بطريقته الخاصة فمن هنا أقدر أراقب هو بيقدر يعبر عن نفسه إزاي هو بيحب إيه هو في الساينس مثلا دلوقتي الحمد لله عندنا في المدارس في العلوم وفي الماس في الحياة في بروجكتس مش زي زمان صحيح. أيامنا إحنا كان الموضوع حفظه حاجات وكدا. بتبقى عملية مشروعات آه. يعني هي دي حاجة هايلة لاكتشاف ابني إيه هل هو حابب مجال معين الساينس نفسه في كذا برانش أو كذا فرع فانا عن نفسي ابني داخل على 10 سنين فبلاقيه بروجكت معين في الساينس فرحان و... ومبسوط ويعمل سيرش وفي بروجكت تاني لا مكسل ومش عايز ومش مهتم اساسا ولا ساعديني اصلي مش عارف هو م... فهو ده ايه هو مش مهتم ومش حاجات مش عارف لا هو مش مهتم بالطابق اصلا فلا فانا اخد الحته اللي هو مهتم قوي بيها و... ومبسوط بيها اوظفها فين في الاجازه بقى ادور له على كورس يعمله اشوف له <applause> بروجكتس يعملها اعمل انا بروجكتس معاه فمن هنا بيبدا يطلع ببوب اوت كده قدامي آه انا ابني ينفع يعمل الحاجه دي ويبقى شاطر ومتميز فيها ونفس الكلام للرياضه احنا بنجرب رياضات كتير على الهادي برده من غير ما نبقى لازم نبقى بطل العالم بعد بكره الظهر عادي على هداوة كده وإيه نجرب نفسنا كذا شهر في بس مشكلة في الرياضة إن الطفل مثلا يختار يشوف رياضة معينة فيختارها فشهر في التاني تبدا الرياضه تشد، الكابتن يشد مده التمرين تطول، لقيت الطفل لا انا مش قادره اكمل، فعشان كده انا بقول دايما في الرياضات بالذات لا نخلي فيه ليميت مثلا خمس ست شهور، بدل الخمس ست شهور انت هتجرب نفسك، داخل رياضه تانيه اول بس ما ندخل ندخل الفريق شوف انت هتقدر تكمل ولا مهتم ابدا افرجه على فيديوهات او ماتشات للرياضه دي وشوف هتلاقي طفل مهتم قوي وباشنت قوي وفي طفل قاعد الرياضه اللي هو بيلعبها ولا فارق معاه زهقان زهق وعايز يقوم يبقى مش هو ده اهتمامه مش انا مش عايزه اقول باشن او, أو شغف, شغف. <applause> علشان الكلمه دي بتضايق الناس عرفتونا بالباشن <applause> بس هي دي الحقيقه الحاجه اللي بتطلع من قلب الطفل وبيبقى مهتم قوي وكين عليها هي دي الحاجه اللي هينور فيها ومش لازم يبقى بينور في حته معينه ممكن كذا حاجه وبعد شويه هتطلع في حاجه واحده بس انت من شويه طفل حركي وحسي وخلافه في تصنيف معين في القصه دي نحب نسمعه يعني تفصيلا كل واحد هي دي حاجات بسيطه الامهات مم. ممكن تعرفها وهي إيه قاعده في البيت الحركي ده عشان في مثلا بيبقى فيه لخبطه ما بين الحركي والاي دي اتش دي او فرط الحركه دي دايما في لخبطه احنا بنتكلم على الاطفال المتميزين هنا ولدنا يعني. دلوقتي ما هو ده نمط طفل ده مم. شكل الطفل بيعبر عن نفسه ازاي حركي ولا حسي الحسي ده تلاقيه بيحضن كتير بيحب يقعد يبوس كتير انت ما ليش النهارده بيحب اللمس بيحب الالعاب شوي يعني. اه بيحب مم. الالعاب اللي فيها فيزيكال كونتاكت زغزغه دايما دايما تلاقيه بيلزق فيكي كده ابني الصغير ايه دايما عائلتي يقولوا يعمل زي القطه يحب فعلا زي القطط الحركي لا هو طفل بيتحرك كتير بيتشقلب كتير تعرفش تمسكه اه بس غير طبعا في في انا عايز اقول فرق واحد ما بين فرط, فرط الحركه والطفل الحركي فرط الحركه تركيزه بيبقى اقل لكن ال الطفل الحركي بيتحرك وهو ما بيذاكرش غير وهو راسه تحت ورجله فوق على الكنبه مثلا هو كده ده نستفيد منه ازاي بقى وده نستفيد منه ازاي ده مميزاته ايه وده مميزاته هم ما هم ما فيش مميزات وعيوب أه. هو في كل طفل ان انا اتقبل ال ال النمط بتاعه وأبدأ أتعامل على أساسه أنا دايماً أقول الأطفال الحركية نسيبهم يذاكروا وهم بيتحركوا لو انا ابني مش عارف يقعد ما احنا عندنا نمط المذاكره تقعد على المكتب تركز الـ الـ الساعتين بتوعك امسك الكتاب وتمشى بس كده امسك ايه الكتاب وتمشى لف حوالين الكنبه اقعد ايه اتنطط على الكنبه ايه غني وانت بتقول قول المعلومات هو بيتحرك ساعات بيحبوا يمسكوا لعب في ايديهم يمسك عربيه يمسك كوره يمسك اي حاجه المهم يبقى جسمه فيه حركه اقول لهم في المدرسه انا ابني كل مثلا ثلث ساعه نطلع خمس دقائق بس يتحرك يدخل طويل يطلع في الكوريدور يمشي، احنا لو فهمنا ان الطفل ده دي طبيعته كده وما حطيتش عليه ليبل ان هو او وصم كده ان هو اصل انت شقي، وانت يا ابني ما تقعدش خالص مكانك، وانت يا ابني لازم اقول لك ما اعرفش ايه عشان اقعد اقعد الكلمه دي معموله الوقت. الكلام اللي احنا بنقعد نقوله للعيال يحسسهم ايه؟ وانا فيها حاجه غلط ولا ايه؟ اه وعلى هو طول بقى بيتعاقب وبيبقى فيها يعني دايما فيها كده. توابع بعد كده ايوه فهو يا حبيبي هو دي بتبقى طبيعته وهو بيتعاقب على طبيعته بدل ما افهم طبيعته وتقبلها فده طبعا بيأثر على ثقته في نفسه بعد كده دكتور انا بقى ممكن حد بيتفرج علينا دلوقتي يقول يا جماعه انتوا بتتكلموا استنى اشوف الطفل واشوف نمط شخصيته ايه يعني معنى كده ان انا ما خططش ما احلمش لابني مثلا يعني ما احلمش ان ابني يكون دكتور ما يكونش مهندس ما يكونش لاعب مثلا كوره كبير ممكن انت انت ده معنى كلامكم؟ لا نحلم براحتنا يعني من هنا للسنه الجايه بس احلامك بتاعتك يا باشا <applause> كل واحد احلامه خاصه بيه دي مش مسؤوليه ولادنا ولادنا بجد مش جايين يحققوا احلامنا آآ آآ ابني مش لازم يطلع دكتور ويمسك عيادتي اه انا حقي حقي ان انا اشوف يعني التعب اللي تعبته بس, بس ده حق جوايا أنا أنا ما ينفعش أفرضه على كيان لازم نتعامل مع أولادنا هم كيانات منفصلة عندنا أمانة وظيفتي إيه إن أنا أطلع كيان محترم للمجتمع يشوف هو بقى سكته يشوف هو حابب إيه وشايف إيه أه أقول وأوجه في حاجة اسمها بيرنتنج أجندة يعني إيه الأجندة بتاعة كل أب وأم كل بيرنت أنا حصل في حياتي حاجات كتير أنا دكتورة بحب المذاكرة فانا بقى يعني شايفه ان البديهي والطبيعي ان البني ادم يذاكر وظيفته الطفل وظيفته انه يذاكر بالزبط. فحشجعه على المذاكره هعلمه المسؤوليه المذاكره في السن ده هو لازم بيتعلم بيها ان هو عنده مسؤوليات هو يبقى واجبات بشكل مش الواجبات از الهوم يعني آه. لا يعني واجبات اي مسؤوليه عنده لازم يتعلم اي حد رياضه مذاكره بالزبط. متابعه شيء بعينه دي مسؤوليه دي مسؤوليته فانا كده بثقل شخصيته بان هو يبقى عارف مسؤوليته وبيعملها لكن هل انا مطلوب مني الدرجات النهائيه طول الوقت لا انا كده بظلم طفلي وبظلم نفسي أضطر اشجع المجهود ابص على المجهود واشجعه ما اشجعش دايما على النتيجه انت لازم توصل لحاجه علشان تبقى زي ماما دكتور ولا زي بابا دكتور ولا تبقى تليق بالعيله دي فاحنا نحلم براحتنا نشجع ولادنا ونشجعهم في الحاجه اللي هم بيحبوها وده مش معناه ان انا اسيب له الدنيا كده لا في قواعد وفي نظام وفي تخطيط زي ما قلنا اول الحلقه لا انت لازم تعرف يومك ماشي ازاي وابدا بتخطيطه هتعمل ايه وامتى بس انا ايه وظيفتي ايه جايدنس او آه ان انا توجيه مم. وظيفتي توجيهيه. السؤال الأخير الشاشات المضيئة من أول التابلت الموبايل لكل الكوارث أصدقائي. ضررها إيه على الطفل تحديدًا علميًا ونفسيًا وسيكولوجيًا؟ الشاشات للأسف دلوقتي من أكبر التحديات اللي بتقابلنا مع الأولاد. آه مبدئيًا كده من يعني أول سنتين دول هو ممنوعين. ممنوعين خالص الحاجات اللي احنا بنشوفها اول منشوفه. سنتين اول سنتين ممنوع الشاشه كلها بجميع اشكالها ومقاساتها واحجامها بتاثر على المخ بتاثر على كل حاجه على المخ وعلى النوم وعلى الهايبر اكتيفيتي او يعني النشاط عند الطفل على كل حاجه ف... وبتاثر على الكلام وعلى الريسبونس بتاعه ليه بقى لان هي في حاجه اسمها باسيف ريسبونس يعني هو بيبقى كانه بيعزل نفسه كده هو بيستقبل بس وعمال يستقبل بس طب هو بياخد وبيدي زي ما احنا بنتكلم في البيت و... فبيبدا يلاغي فبيبدا يلاغي اه ما فيش كوميونيكيشن هو قاعد بشوف الاطفال قاعده على الكرسي بتاكل وال... والسكرين قدامها اصل هو ما بياكلش غير كده احنا اللي وريناهم كده والطفل ما يعرفش يعني ايه سكرين اول سنتين ده ممنوع بعد كده بنبدا ندخل السكرينز بالنص ساعه وبالربع ساعه متقطعه على مدار اليوم عايزين سكرين تبقى الكبيره احسن حاجه يعني التلفزيون وبعدين اللابتوب وبعدين الموبايل يعني نحاول نحد منه الحاجات دي كل الاشعه اللي طالعه منها عدد الصور اللي في الكرتون في 22 الف صوره في معرفش كام ثانيه يعنى الصورة اللى احنا شايفينها هى بتبقى عبارة عن 22 ألف صورة متركبة فده بيحصل ايه تو ماتش على مخ الطفل كتير قوي ان ده يدخل مخ الطفل في عدد ثواني معينه فبيأثر فبي... تأثير سلبي جدا بيخلي الاطفال عصبيه احنا الولاد دلوقتي مش بتتفرج بس على كرتون بقى اي بي سي واغاني صحيح. لا احنا بنتفرج على كوارث صحيح. فنقلل منها على قد ما نقدر. صحيح, صحيح. على اي حال احنا بنشكرك يا دكتوره <applause> اكيد اكيد مسؤوليات كبيره جدا على كل اب وام واكيد اكتشاف مواهبهم ده تحدي آ... يعني بيخص كل اب وام ان هو يكتشف في المنطقه اللي منور فيها ابنه ايه دكتوره رنا هاني اخصائي علم النفس والتربيه الايجابيه شكرا لحضرتك نورتينا النهارده في